الله وبركاته، ازيك؟ عاملين ان شاء الله تكونوا كويسين. ان شاء الله هنعمل مراجعة المحاضرة الأولى في البايو. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا بالحق ومن خير فاتح مثلا قد جعلته وسنة تجعل صعبا شيئا سهلا. في البداية هنعاني شوية حاجات، لأن الحاجات دي مش موضوع سؤال ومش هتيجي. احنا عارفين إن هي الهايبوثالاموس تتحكم في الأنتيبيتوري، الأنتيبيتوري بتطلع هرمونات تتحكم في مثلا في الأوفري، لأن احنا هنا في الفيميل. هنطلع إيه في الهايبوثالاموس؟ هنطلع الجونادوتروبين ريزنج هرمون، وهنطلع هتروح على الأنتيبيتوري تطلع ال LH وال FSH، يروح يشتغل على الأوفري أو تستس أو كده. الحتة دي قراءة بحتة، قراءة بحتة. الحاجات كلها احنا واخدينها، ما نضيعش وقت فيها هنا. يعني دي برضو قراءه بيقول لك انه ايه اللي بيحصل في المينستر سايكل، واحنا واخدينها في الفسيولوجي بالظبط. ان انا عندي الاف اس اتش يروح يعمل ماتوريشن للفوليكلز، فوليكل تكبر تبقى ماتور، تطلع استروجين، استروجين يوصل عند سيرج يعني ليفل معين كده. الليفل ده عنده بيحصل بوزيتيف فيدباك على ال اتش، ال اتش يحصل ال اتش سيرج، ده اللي يحصل اوفيليشن بسببه. بعد الاوفيليشن ال اتش بيقل والاف اس اتش والحاجات دي كلها، ويحصل الكوربس ليوثيوم يطلع لي بروجستيرون، يفضل مكان معايا لو في حمل او ما فيش حمل على حسب الحاجات اللي احنا واخدينها في الفسيولوجي دي. يعني تمام، نعرف ان الفيسيولوجيكال دوز للاستروجين بتعمل انهيبيشن للاف اس اتش والال اتش عادي، بس يعني اكسبت كده قبل الاوفيليشن هو بيحصل نسبه معينه فيسيولوجيكال برضو الجسم عارفها بيعمل ال اتش سيرج بيزود ال اتش. طب انا لو اديت هاي دوز بقى من الاستروجين ده از كونترسبتيف، الحاجات دي كلها بتقلل ال اتش فبتمنعني التبويض. طيب حته برضو دي احنا عارفين نفس الموضوع اللي انا قلته، الاستروجين اعلى بيك ليه بيبقى 24 ساعه قبل ما يطلع ال اتش، او اعلى او قبل ما يطلع البيك بتاعه ال اتش. طب ال اتش البيك بتاعه بيوصل امتى؟ 16 ساعه قبل الاوفيليشن. يبقى يعني بالترتيب كده 24 ساعه قبل ال اتش بيطلع الاستروجين بيبقى عالي جدا، بعد كده بعد 24 ساعه يطلع ال اتش سيرج، بعد 16 ساعه من ال اتش سيرج يحصل اوفيليشن. تمام، ده خلصت الموضوع ده. نعرف ايه هنا اهم حاجه؟ نعرف الناتشرال استروجين هي داي تراي 1، اقوى واحد فيهم الداي، بعد كده الوان، بعد كده التراي. الداي ده كان بيطلع في الناس اللي هي البري منوبوزال، الست العاديه في الريبرودكتيف بيريد بتاعتها. طب التراي بيطلع فين؟ التراي بيطلع في الست الحامل، قلنا تراي يعني اتنين ومعاها واحد اللي هي الحامل فيه، والداي في الست العاديه. الوان بيطلع في الناس البوست منوبوزال، الست خلاص بقى دي خلاص هتموت فهي وان اصلا. تمام، السنسيتك مش حفظ، والحاجات دي الاكتشاف بتاعها اكتشفنا الوان، بعد كده التراي، بعد كده الداي، مش مهمه قراءه برضو. نعرف ان الداي ده الموست بوتنت فيهم، وبالترتيب كده الداي اكتر واحد، بعد كده الوان، بعد كده التراي. يبقى انا الست الحامل دي اضعف حاجه فيها خالص. ليه؟ لان انا اصلا مش عايزه استروجين في الحمل، انا كفايه عليا البروجستيرون هو ده اللي انا عايزاه. طيب ده نفس الموضوع، الداي بيطلع في المينوبوزال، الوان بيطلع في الـ في الـ بعد المينوبوزال، التراي بيطلع في الست الحامل من البلاسينتا. الموضوع ده كله انا عارفين ان في الاوفري عندنا سيكا سيل وجرانيولا سيل بيشتغل عليها ال اتش، خلاها تصنع الحاجات دي كلها، تبدا بالكوليسترول وتنتهي عند الاندروجين، اندروستينديون ده بس هو نوع من الاندروجين. ليه بيبدا في سيكا؟ عشان هي عندها الانزيمات دي. طب ليه مش بتكمل؟ عشان هي ما عندهاش الانزيم ده، ولا ما عندهاش، ثواني، ما عندهاش الانزيم ده، ما عندهاش الانزيم ده ولا الانزيم ده، فبالتالي مش بتكمل، بتقف هنا، يروح هو ده يخرج من السيكا يدخل على الجرانيولا يشتغل يديني في الاخر ده. تمام، طيب بعد كده عارفين ان ده استرويد هرمون، فبالتالي لازم له ايه؟ لازم له بلازما بروتين يمسك فيه. ماشي، طيب لقيت ان انا البلازما بروتين اللي بيمسك فيها كل السكس هرمون، كل السكس هرمون اللي هي استروجين بروجستيرون حاجة دي كلها بتمسك فيها. طب لما تمسك فيها انا عندي في حاله مثلا بريجنانسي انا عايزه استروجين كتير، لا، هلاقي ان البلازما بروتين دي نسبتها بتعلى جدا 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 عشان تمسك في اي استروجين طالع، فبالتالي تخليني ان اكتف، يعني لان هي بايندينج فورم، فمش مش مش اكتف زي الفري فورم. طيب وطبعا احنا عارفين ان التستوستيرون هو بيجي منه الاستروجين، يبقى هو البريكسورس بتاعه الاستروجين. هنا نعرف ايه فيها؟ نفس الموضوع، نفس الميكانيزم اللي احنا عارفينه وحافظينه، ان الاستراديول ده بيطلع في الاوريا. هنا زياده بيقول لك ان الوان ده بيطلع من اديبوس تيشو. تمام، في الناس اللي هم اكتريته يعني بتظهر اكتر في البوست منوبوزال وومن. يعني الاكشن بتاعه احنا عارفين ان اي استرويد هرمون الريسبت بتاعه بيبقى جوه بيمسك فيه يعمل كومبلكس يقف على هرمون ريسبونسبل ايمت او استروجين ريسبونسبل ايمت، يروح يقف على حته في الدي ان ايه يعمل ترانسكريبشن بقى لاي انزيم لاي بروتين اي حاجه هو عايزها. الميكانيزم اوف اكشن احنا عارفين الاستروجين ده بيبقى فيه ثلاثة، بيبقى فيه بس اثنين ريسبتور اللي هو الالفا والبيتا. طيب اماكنهم مش حفظ، اماكنهم مش حفظ خالص، بس هو بيقول ان الداي بيبقى بيقف على الالفا وبيتا عادي، والتراي بيقف على البيتا بس، والوان بيقف على الالفا. يبقى الداي واخد الاثنين، والوان واخد اول واحده اللي هي الالفا، والتراي واخد البيتا. تمام،
الاكشن على سكس اورجن مش مهمه قوي. قراءه برضو احنا عارفين بيعمل حاجات في اليوترين، بيعمل حاجات في الفالوبيا، بيعمل حاجات في الفاجينا. طبعا بيقلل الاف اس اتش والال اتش بس ما عدا قبل الاوفيليشن، بيزود الليلتي عادي، ما لناش دعوه هنا. ليه بقى الريزم كونتراكشن على الفالوبيان تيوب واليوترس والفاجينا بيخليه فيه القلين فلويد عشان يسهل الانتركورس او يسهل الحاجات دي كلها. يعني الميتابوليك اكتيفيتي مهم جدا. اول نسمع استروجين هو بون، بيزود البون ماس لانه بيرسب الماتريكس وبيزود شغل الاوستيوبلاست وبيقلل الاوستيوكلاست وبيرسب كولاجين الحاجات دي كلها. بيكونترول الاكشن بتاع الباراثايرويد هرمون، عشان احنا عارفين الباراثايرويد هرمون مع الهرمونات التانية بتعمل بالانس في الكالسيوم، فده بيحافظ على البوز. لما الاستروجين يعمل اكشن على الباراثايرويد هرمون ده هيمنتين البوزيتيف كالسيوم بالانس. تمام. طبعا هو ليه برضو سولد ووتر ريتينشن، فممكن يعمل اديما، بيقلل لنا ال LDH والكوليسترول حاجات الوحشه، بيزود لنا الحاجات الحلوه الهاي اللي هو الهاي دنسيتي لاي بروتين والترايجلسرايد الحاجات دي كلها، فبتمنع بتحمي الستات اللي هي البريمونوبوزال من الاثيروسكليروسس. ممكن يحصل شويه كواجليشن، ممكن معرضين يحصل كواجليشن يعني بسبب ان في فاريبل كوليتنج فاكتور بيصنعهم الاستروجين يعني، وبيعمل فازوديليتيشن عشان هو بيصنع ال NO وبيصنع البرستاجلاندين، فبيعمل لي فازوديليتيشن. يبقى انا هنا الاستروجين بيحمي الست من الاثيروسكليروز قبل المنوبوز. طب لو بعد المنوبوز لا، بيبقى بتزيد الريسك بتاع الاثيروسكليروز ان يجي لنا عادي. طيب الاستروجين على البرين مش مهم قوي، الدكتوره اي سامه حاجه دي قراءه برده، بس نعرف ايه ان هو بي بي بيصنع هرمون، بيصنع قصدي انزيم اللي هو الكوليسترول ترانسبريز، ده بيزود لي الاستايل كولين، ده كيميكال ترانسميتر. لما بيزيد بلاقي ان الكوميونيكيشن بين الخلايا النيرس لبعضها بتبقى كويسه يعني. والاستروجين ده انتي اوكسيدنت، بيحميني من الفري راديكلز اللي بتموت لي اي حاجه في جسمي يعني، فهو انتي اوكسيدنت. والاستروجين برضو بيمبروف الميموري، بيحافظ على خلايا المخ والحاجات دي كلها، بيحمي الناس ان يجيلها الزهايمر. الميتابوليزم بيحصل في الليفر، دي اهم حاجه نعرفها يعني. هو بيعمل شويه رياكشنز كده عشان يخلي الاستروجين يبقى ووتر سول، بيعرف يخرج في اليورين، بيركب على هيدروكسيد جروب والحاجات دي كلها. طيب ليه وظيفه تانية، هو از لايبوتروبيك فاكتور، لايبوتروبيك افكت على الليفر، بيمنع اكيميليشن بتاع الفات على الليفر، فبيحميني من اي دهون على الليفر والحاجات دي كلها. مش عارف ان هو بيقلل الكوليسترول، بيقلل ال 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 دي ال، فبالتالي هيمنعني اي دهون وحشه ترسب على الليفر. طيب انا اعرف كمان ان هو لقيت ان بيوريديك انيس مايكار انفراكشن، عشان هو دي طبعا انتي اوكسيدنت افكت، وكمان بيقلل بيزود ال HDL والحاجات دي كلها. طبعا ده في ناس اللي هي في المينوبوز، لكن يعني الناس البوست منوبوز ممكن يجي لهم عادي مايكرو انفراكشن زي الاثيروسكليروز كده. طيب الميديكال يوز للاستروجين، عارفين ان الاستروجين في الهاي دوز بيقلل ال LH، فبالتالي استخدمه عادي اورال كونتراسيبت. في المينوبوز الهرمون، ان انا مثلا ثيرابي لو في مشاكل في البون، في مشاكل في الفاجينا، في الهارت، الحاجات دي كلها ممكن استخدمه. في البريست كانسر هعرف ان انا بدي حاجه شبهه تروح تقعد على الريسبتور بتاعه وتمنع الاستروجين يشتغل على الخلايا الكانسر اللي هي ديبندنت عليه. يعني في كانسر بيبقى ديبندنت استروجين ديبندنت، فبالتالي لما امنع الاستروجين الاكل بتاعها هتموت. البروستات كانسر هدي استروجين هو بيانتاجنايز التستوستيرون على الريسبتور بتاعه، في برضو بروستات كانسر تبقى ديبندنت على التستوستيرون فاعالج بيها. الهايبو استروجينزم لو في نقص في الاستروجين هدي استروجين من بره، ووند هيلينج علشان هيعمل فازوديليتيشن، يرسب الكولاجين، الحاجات دي تساعد في الووند هيلينج. تمام. طيب عندنا بقى دوايين مهمين قوي، الكلوموفين سيتريت والتاموكسيفين. طيب الكلوموفين سيتريت ده بيروح على الريسبتور اللي موجوده في الهايبوثالاموس يانتاجونايز الاستروجين عليها، يقعد هو مكانه فيمنع النيجاتيف فيدباك، مفيش استروجين اصلا بيقعد على الريسبتور ويوصل للهايبوثالاموس ان انا كفايه انا طلعت كتير قوي من الفوليكلز جاي اعمل عليك نيجاتيف فيدباك، مفيش الموضوع ده، فبالتالي هيريموف الفيدباك انهيبيشن اللي كان الاستروجين بيعمله على الهايبوثالاموس، فالهايبوثالاموس تفضل تزود السيكونس بتاع الليفل للاي دي اتش والاف دي اتش، روح على الفوليكلز اللي موجوده في الاوفري واعمل لها ماتوريشنز برودكشن فوليكل ويحصل اوفيليشنز، يقعد يعمل كل ده، يقعد يحفز الاوفر انه يفضل يطلع. انا طبعا بديه للناس اللي هي الانفانتايل فيميلز، الناس اللي هي مثلا مش بتخلف او كده عندها ضعف في التبويض، بديها لها عشان يزود الاوفيليشن والفوليكل ستيميشن الحاجات دي كلها. تمام. طيب في بقى بيقول شويه في سيرتن بريست كانسر كده خاصه في البريمنوزال وومن تبقى استروجين ديبندنت، معتمد على الاستروجين، فانا بدي من بره حاجه انتاجونايز
على الريسبتور، يعني تتخانق هي الاستروجين على الريسبتور، فهي اللي تقعد على الريسبتور. فطبعا هي هتقعد على الريسبتور اه، بس مش هتعمل اكشن بتاع الاستروجين، فبالتالي مفيش استروجين من خلايا الكانسر دي فتموت. تمام، اسمه التاموكسيفين. البروجستيرون عارفين هو بيطلع من القربة السيوتية، وبيطلع من البلاسنتا، بيطلع شوية من الادرين كورتكس، بيطلع من التستس، ومش مهم الحاجات دي كلها يعني كرا اصلا. الميتابوليك عارفين ان هو بيحضر بقى اليوترس، وبيزود البروفيشن في الجلاند، ويحط نيوتريشنز، ويزود الميوسين والفات، الحاجات دي كلها عشان يهيئ ان يحصل امبلانتيشن للامبريو. طبعا بيروح يقلل ال اتش، بيسبريشن اوفيليشن، بيقلل الاوفيليشن، انا هحمل اخلف تاني اعمل اوفيليشن تاني لا. طيب البروجستيرون ميديفاي الاكشن للاستروجين على الفاجينا الابيثيليوم. طبعا يعني في اخر الدوره بقى خلاص بمنع اي سبيرم يدخل تاني، بعمل ديسكريمينيشن للابيثيليوم، بحط بيزوفيليك، بعمل نيوكوسايت انفلتريت، بحصن نفسي بقى على الميموري جلاند، بيزود الديفلوبمنت بتاعها، بيحط الافيلار سيستم، بيكون بقى الالفيلويد، الحاجات دي كلها، بيخليها سنسيتايز للهرمونات بتاعت اللاكتوجينيك هرمون، حاجات اللي هتيجي تصنع اللبن في البريست، خليها حساسه ليها يعني. ايه تاني، بيزود البيتا ميتابوليك ريت، فلما يزيد البيتا ميتابوليك ريت درجه حرارتي على، في النص التاني من السايكل بلاقي درجه حراره بتاعت الفيلمين عاليه عشان الموضوع ده. الحاجات دي مش حفظ، هي الانهبن او اقراء اصلا يعني، بينهبن اف اس اتش، الاكتيفن بياكتف كذا، الريلاكسين اثناء البريجننسي بريح كل حاجه عشان اساعد في الدليفري، شويه اندروجين بيطلع طبعا من الاوفري عشان ده اللي بقى مسؤول عن الاكني، مسؤول عن البيوبيكير، مسؤول عن الليبيدو، الحاجات دي كلها. البلاسينتا اعرف ايه اهم حاجه في البلاسينتا، ان هي بتطلع لي الاتش سي جي، الحاجات التانية دي مش مهمة قوي يعني. طيب التست بتاع البريجنانسي، ان انا باخد اليورين بتاع الفيميل دي يعني، بيبقى فيها اتش سي جي انتيجين او انتي بودي، بحطها على الجهاز دي، بيبقى فيها بقى بتنسج معاها، بينور بقى الشيتين الحمر ده، ان هو اختبار الحمل ده يعني، طبعا بيبقى في اول 10 ايام من الجستريشن، اول 10 ايام من الحمل يعني. طيب الحاجات دي طبعا مش حفظ، النورمال ليفل دي مش حفظ خالص. تمام، وبس السؤالين دول يعني احلهم لانهم مهمين، والحمد لله لزيادة هذا، وكنا هذا النص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.